بهوها أتريا من هباه فطار القصيد يحاكي الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في شباب مسلمين جزاء طبيعي من كتيزة باسم مدريد. طبعا اليوم جايب لكم قبل النقطة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد الله أجمعين. طبعا اليوم جايب لكم 10 تقنيات عسكرية مستقبلية ستستخدمها في كول اوف ديوتي ادفانسد وارفير. طبعا تريلر كول اوف ديوتي ادفانسد وارفير ما يترك لنا مجال للشك بان ستار كول اوف ديوتي المقبل هو عن التقنية العسكرية المتطورة. حتى في مدة الفيديو القصيرة يظهر اكثر من 10 اسلحة واجهزة وابتكارات مستقبلية ولولا لمحة قصيرة. لذلك قررت اني اشرح الفيديو واستخلص كل تلك اللمحات ونحدد نرى ما هي الاسلحة التي علينا ان نتقنها في ادفانسد وارفير. طبعا اول تقنية معنا اللي هي بذلات التقوية او الهياكل الميكانيكية. طبعا الهياكل الخارجية الميكانيكية التي تهديها الجنود تعطيهم قوة إضافية تسيطر على الفيديو التقديمي لكول اوف ديوتي الجديد. هذه الدروع موجودة فعلا منذ الآن لكنها في اللعبة ستسمح لك بالركض أسرع والقفز أعلى وحمل أوزان خيالية وحتى اختراق الجدران. طبعا هنا يقول لك لا شيء إضافي هنا سوى أن هناك خوذات مختلفة يمكن استخدامها مع الهيكل الخارجي. ربما لأن الأسلحة المستقبلية ستطلق النار عن مسافات خيالية ولذلك ستحتاج إلى مجموعة من المناظير وعينيات التصويب المختلفة. في وقت لاحق من التريلر هناك بذلة خارجية أكبر وأقوى بعد هذا إن كانت هيكلا ولم تكن ميكا صغيرة الحجم. طبعا هذا متذكركم بأبتموس برايم. التقنية اللي بعدها تقنية التخفي. طبعا هناك عرف وعرف العلم يقول بأنه لا يمكنك خوض حرب مستقبلية من دون عربات وطائرات قادرة على إخفاء ذاتها من حوامات ضخمة إلى الجنود على الأرض. طبعا الكل راح سيصبح خفيا. الأمر سيكون رائعا ومزعجا بالمقدار ذاته. وهنا بعد معنا الدرونز. طبعا هذه حوامات صغيرة تم التحكم بها عن بعد والروبوتات. طبعا هذه كانت موجودة في ألعاب كول اوف ديوتي السابقة بس انها عادت بكامل قوتها في ادفانسد وارفير. طبعا يمكن للجنود حتى نشرع بالرميها طبعا مثل ما شفنا في احد المشاهد. وهنا زي ما تشوفون دبابات روبوتات وزي كذا دبابات روبوتية يمكنها يعني على الارجح يعطاها الاوامر عن بعد. طبعا هنا معنا القفازات تسلق الجدران. طبعا تكون هذه ممكن تعمل عن طريق الهواء لكن هناك في الواقع دراسة حول استخدام قوة فاندر فالس يعني قوة درية ضعيفة لصنع قفازات ملتصقة مماثلة. طبعا هنا نشوف جدران حماية محمولة. طبعا التشعبات التكتيكية الناتجة عن هذا الأمر طبعا مرة ممتاز جدا كويس. طبعا يمكنك الاحتمام في أي مكان يعني الأمر اللي يغير الذي يغير فورا مضى الخريطة واللعب او ربما تغش تبني حصن صغير تنتظر الى ان يموت الجميع. طبعا هنا معنا قنبلة البشعة تحت الحمراء. طبعا الاضاءة الاداء ورؤيتهم حتى لو كانوا متخفين يمديك تشوف الاداء حتى لو كانوا مختفين عن طريق القنبلة هذه او تعطيه نظارات الرؤية الليلية. طبعا التقنية اللي بعدها مصباح على كاتم الصوت. طبعا يعني ببساطة هذا مصباح مركب فوق كاتم الصوت لانك تحتاج عشان تشوف في الظلام. طبعا الحرب المستقبلية طبعا مو كلها طائرات روبوتات. طبعا التقنية اللي بعدها شبكة الضوء مثل ما تشوفون. طبعا هذه برضه ما ندري وش الهدف منها. طبعا فيديو يظهر فيها عند انطلاقها من عربة تسير في غابة. طبعا يمكن تكون للكشف عن دبابات متخفية. وهنا معنا شي اسمه دراجات الحوامة. طبعا هي تشبه النحل من الجانب. طبعا حتى الحاجب الزجاجي يشبه أجنحة الحشرات مثل ما تشوفون. طبعا اللي نعرفه حتى الآن انها مدججة بالأسلحة مثل الرشاشات وتصل الى سرعات عالية جدا. طبعا يمكنها التحليق فوق الماء. وهنا اخر شيء معنا مثل ما تشوفون قميص كيفن سبايسي. طبعا زي ما تشوفون القميص المستقبل او زي شيء يسمونه زي كذا. طبعا من دون ياقة ومن دون زر اسود وحيد. هذا الدليل النهائي على ان هذه الحرب متطورة جدا. وبس هذا كان اللي عندي. اتمنى مقطع يعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت فيفرت على تويتر وعلى انستغرام.
سبحان الله سبحان الله، لا تسمح لا 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 تسمحك بكتم الظالمين أمان الله. ديال الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء.